حان الموعد. السلام عليكم، كيف اصدقائي؟ شو اخباركم؟ طمنوا عنكم. شو الترتيب؟ شو التمعيس؟ كله تمام؟ كيف الغذاء؟ رواق؟ هذا اهم شيء. جيناكم اليوم على الماسي، اليوم من بعد غياب كم يوم والاخبار المأساوية اللي عم نسمعها، اخبار بتقطع القلب. اخواتنا صفوا بلا مي للشرب، بلا اكل، بلا شرب، بلا 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 عناية، بلا مشافي، ونحن قاعدين صامتين مطالب ايدنا نعمل شيء غير هالاجتماعات هاي اللي ما لا بتعطينا شيء ولا بتغني عن جوع. ما بعرف، واحد بطل يعرف يحكي، بطل يعرف يحكي، وبعدين كلمة واحدة، كلمة تكون جدية، غير الإدانات. شو حنستفيد من الإدانات؟ شو حتتأثر؟ ما هي ما حتتأثر. بدنا كلمة حق، كلمة تهديد، كلمة إذا ما ساويته خلال كذا رح نساوي كذا. بس ما حياة لمن دونات. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما طالب بدنا نعمل شيء غير ندعي رب العالمين النصر لإلهم. يا رب يا رب، رح نقيم الطاقة السلبية ونحط الطاقة الإيجابية، لأن الحياة كلها طاقة سلبية وما في غير هي القصة اللي بتطلعنا على الطاقة الإيجابية، وهي الرياضة. الرياضة هي اللي بتزرع فينا الطاقة. اليوم حنلعب كروسفيلد مثل ما لعبنا الأسبوع الماضي، كان مخصصين للصدر. اليوم كروسفيلد حنلعبه للإيدين، ما حنلعب كروسفيلد مثلا باي أو تراي لحال، لأنه العضلات دول صغيرة. إذا بدنا نلعبهم لحال على 6 تمارين يعني ما حنقدر نكمل. نحن بنلعبهم 6 تمارين على 5 مجموعات، كل تمرين 10 عدات، فحنوزعهم باي وتراي وسواعد، يعني على تمرينين بتمرينين بتمرينين، وحنكررهم. طبعا مثل ما حكينا، التمرين ما بده أوزان كبيرة، لأنه هو تمرين في تكرارات كتير، يكون أوزان معتدلة، وبنفس الوقت نقدر نكمل لآخر مجموعة. طبعا ونحس بالفرق، مو انه كمان أكون عم نحمل شيء هيك ما له طعمة. إن شاء الله يعجبكم هالتمرين. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك الإسترالي والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. هل أنتم جاهزون؟ هيا إلى الماس. هيا ستانيوس. طبعا التحمية ضرورية، خاصة هنلعب ايدين. حمينا، اهم شيء التحماية. مثل ما حكينا، موضوع التمرين بدون تحماية مشكلة، لازم تكون العضلة جاهزة للتمرين، لانه عنا تمرين قاسي عداته كتير. هيا للمعس. حنبلش بالباي اول شيء، كوابل. Yeah.
المجموعة الثانية اسحب يلا يلا 1 2 3 4 5 6 7
مستند. يلا سواعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تراي بكرة حبل 2 3 4 5 6 7 8 9 ستارلوس انتهت الثالثة. ستارلوس بدأ شو الإيدين يشدوه وعارفين حركهم، بس بقينا مجموعتين هلا الرابعة والخامسة وراح ينتهي التمرين. هيا على المعاس يلا نلعب باي. يا جماعة الماي رح توقف على الشغل. جميل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ليك ليك حالة شادة ولا بهم. يا إلهي يلا المجموعة الخامسة والأخيرة بكون عندنا 300 عدة، بيكون عندنا 300 عدة بخمس مجموعات. هيا للمعس. أين أنتم يا رب؟ أين أنتم؟
نريد موقفا. 300 بس طبعا التوقف ما بتجاوز الدقيقة، يعني انت تخلص التمرين تشرب مي راحة حتى 45 ثانية وانزل اللي بعده. فظيع 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 اللي صار، جميل جدا. طبعا من نحكي هذا التمرين لازم كل مدة مدة نلعبه، يعني مو عبارة عن برنامج نتبعه دائما، كل مدة مدة ننزله نفاجئ نصدم العضلة تقول شو عم يصير، مين هاد، ليش هيك، شو هالزلزال هاد، وبتغير كل شيء ان شاء الله للأحسن. هذا كان تمريننا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وإن عجبكم لا تنسوا اللايك الاسترالي والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. ويا رب يا رب يا رب انصر اخواتنا الفلسطينية، يا رب وقفهم، يا رب يا رب يا الله بجاه الحبيب محمد انك توقف مع مع هالبشر هاي اللي حاله صفياني لحاله. يا رب الله يكون بعون، الله يكون بعوننا احسن شيء كلياتنا، يعني حتى احنا عم نتعذب وهنا عم يتعذب، اصلا عذابنا مو مثل عذابهم، هن عذابهم بيفرق، نحن عذابنا عذاب الضمير، عذاب الوجع اللي عم نشوفه، الاطفال اللي عم تبكي واللي عم تموت. الله يرحم الشهداء، الله يرحمهم ونيالهم، نيالهم لانه كسب الشهاده، الله يطعمنا الشهاده بجاه الحبيب محمد. بكون هون انتهينا، واستنوني على الفيديو الجاي هنلعب كمان كروسفيلد واختاركم العضلة المناسبة ان شاء الله. استمروا بالتمرين او اجسادكم، حفظوا حالكم، تابعوا شورتاتي، عم حفظكم، عم نقومكم من الكسل اللي انتو فيه، خليكم مستمرين، شوفكم ان شاء الله، سلام.